أقبطت الجهات المختصة سيارة محملة بالذخيرة على طريق درعا دمشق. كاميرا المركز الإخباري وثقت العملية الأمنية وإلقاء القبض على السائق والخلية الإرهابية التي كانت تستلم السيارة. قد يكلفك الوقوف على حاجز عسكري بعض الوقت، هو حاجز بعبء زمني لنا، لكنه فاصل بين حياة آمنة نعيشها ائتمن عليها هؤلاء وبين عدو غادر يسعى لخرق استقرارها. مسير طبيعي عند الظهيرة وحركة ازدحام اعتيادية عند بوابة العاصمة على طريق درعا دمشق، توقيت أرادت المجموعات الإرهابية استغلاله لإدخال سيارة تحوي ذخيرة بنادق تم إخفاؤها داخل حيوانات تحملها السيارة، ولكن ذلك لم يخفى عن عين الرقيب الأمني. من خلال التفتيش على أحد الحواجز، التفتيش الهندسي، تم الشك بأحد سيارات سوزوكي محملة بالماعز. من خلال التدقيق والتفتيش الدقيق عن طريق جهاز كشف الهندسي وكشف المعادن، تبين أن الماعز محشوة بكمية من الذخيرة يتم تهريب الذخيرة من خلالها، ومن ثم تم إرسالها إلى الجهات المختصة ليتم متابعة والتدقيق فيها ومعرفة إلى أين كانت متجهة. التحقيقات الأمنية مع سائق السيارة بيّنت أنها قادمة من منطقة زاكية بريف دمشق إلى منطقة نهر عيشة داخل العاصمة. هنا بدأت عملية الاستخبارات الأمنية لتحديد وجهة السيارة بالتفصيل وشخصية مستلميها. أتيح لعدسة المركز الإخباري متابعة العملية عن قرب إلى جانب العناصر المتخفية لإلقاء القبض على الخلية الإرهابية. تم استدراج المستلم للسيارة بحنكة أمنية إلى النقطة المفترضة للتسليم، ومن ثم ألقي القبض عليه متلبسا. عدة محاولات سابقة للمجموعات الإرهابية لنقل السلاح بين مناطق سيطرتها حكمت بالفشل، برغم الابتكارات الإجرامية التي تحاول التمويه من خلالها عن الحواجز الأمنية والتي تثبت مقدرتها على حماية العاصمة وضبط أمنها. لأخبار تلفزيون جعفر يونس، دمشق.